مهجور بالكامل بسبب القصف الهمجي الذي تعرض له من قبل الاحتلال الأسدي. هنا كما تشاهد حي مدمر بالكامل، حتى أسلاك الكهرباء تم تعطيلها على القرية بسبب انقطاع التيار الكهربائي منذ عدة أشهر. طبعا أينما نظر هناك دمار وحرائق خلفه هذا الاحتلال الأسدي. انظر نظام الممانعة والمقاومة كيف يتم استهداف المحال التجارية ومحاربة الأهالي بلقمة عيشهم. هذا هو نظام الممانعة والمقاومة. طبعا بعد ما يقوموا بسرقة المحال التجارية يقومون بحرقها وقصف البعض منها. انظر إلى هذه المحلات ماذا حل بها من دمار وخراب من قبل هذا النظام الإجرامي. هذا البناء هنا أيضا تم قصفه من قبل الاحتلال الأسدي وتهجير السكان منه، ومع أول اقتحام للمدينة تم إحراق محله التجارية وتم إحراق البناء بالكامل. طبعا الصورة تتكلم عن نفسها، انظر ما حل به من دمار وخراب. طبعا هذا البناء هو عبارة عن شقق للإيجار تم استهدافه بالمدفعية والدبابات من قبل العصابات الإجرامية. طبعا سبب استهداف هذا البناء وهذا الحي تحديدا هو لتمركز إحدى حواجز الاحتلال الأسدي هنا في نهاية هذا الطريق على بعد تقريبا يعني 70 متر تقريبا. هنا في نهاية هذا الطريق يوجد حاجز للاحتلال الأسدي على جسر مزفة لحماية الطريق العسكري الواصل بين محافظة القنيطرة ومحافظة السويداء. وطبعا كان استهداف هذا الحي مخططا له من قبل هذه العصابة بنية وضع الحاجز هنا ومن ثم احتلال هذا الحي تحديدا واحتلال هذا البناء لتضييق الخناق على عناصر الجيش الكردي. طبعا مدينة الشيخ مسكين مجملا وبشكل عام يتم قصفها يوميا بالمدفعية والصواريخ وبالهاون، يعني لا يخلو حي من قصف هذه العصابة الإجرامية. دمار وخراب أينما حلت عيناه. طبعا هذا الشارع إلى آخره مدمر بالكامل. طبعا هذا الحي مهجور بالكامل ولا يوجد أحد يسكن هنا بسبب القصف اليومي المتواصل على هذه المدينة. طبعا بلغ عدد السكان النازحين من المدينة حوالي تقريبا
20,000 نسمة من أصل 35,000 نسمة. طبعا منهم من نزح إلى مخيمات الأردن، ومنهم من نزح إلى القرى المجاورة، وحتى البعض الذي بقي هنا يعانون من معيشة بسبب هذا الحصار المفروض على مدينة الشيخ مسكين. يعني أينما حلت عيناك هناك دمار وخراب. هنا يتم، هنا هذا النظام يتم ممارسة الممانعة والمقاومة اللي صرعنا فيها، هنا يتم ممارسته في هذه المدينة وفي أنحاء سوريا، في محافظات سوريا عموما. يعني نظام الجيران شو تتوقع يكون منه؟ يعني حرب على البشر بالحجر في سبيل إسكات هذه الثورة الذي بدأ فيها الشعب السوري. حسبي الله ونعم الوكيل. حتى المساجد لم تسلم من بطش هذا النظام الإجرامي. طبعا جميع مساجد مدينة الشيخ مسكين تعرضت للقصف الهمجي من قبل هذا النظام الإجرامي لمنع على كلمة لا إله إلا الله. وهذا الجامع العمري كان الحدث الأبرز لمكانته في قلوب الناس، كونه أثري وأول مسجد تم بناؤه في المدينة. طبعا مر عليه الحكم العثماني والعدوان البريطاني والاحتلال الفرنسي، وبقي هذا المسجد صامدا إلى أن تم قصفه على يد قوات الأسد الإجرامية، لأن هذا النظام الجاهل ما في عنده فرق مسجد قديم مسجد حديث أثري ولا غيره، ما بهمه، لأنه كل همه هو القضاء على الثورة السورية بأي شكل كان، بقصف المنازل، بقصف المساجد، بتهجير السكان من منازلهم. المهم هو القضاء على الثورة السورية، يعني نظام إجرامي بكل معنى الكلمة، بيحارب البشر والفجر، ومستعد أن يفعل أي شيء في سبيل أن يبقى. انظر إلى هذا الدمار والخراب، حتى المحلات التجارية المحيطة بالمسجد لم تسلم من بطش هذا النظام. طبعا هنا كانت غرفة بجانب المسجد، وبسبب القصف الهمجي تم استهداف هذه الغرفة وتم تحطيمها بالكامل. حسبي الله ونعم الوكيل. ضمن حملة هذا النظام الإجرامي الذي لم يكتفي بقصف المساجد وقصف المنازل، بل وعمد أيضا إلى حرق المراكز الطبية والصيدليات. وهنا ما تراه أمامك في هذا البناء إحدى الصيدليات التي تم استهدافها على يد قوات الغدر والإجرام. طبعا وبشكل عام مدينة الشيخ مسكين تشهد وضعا مأساويا في ظل
ما الوضع الإنساني الذي تشهده المدينة، وهناك حالات، هناك جرحى تحدث يوميا بسبب القذائف التي تهطل على هذه المدينة، وأثر والبعض من أثر وأثر القنص العشوائي التي يتم استهدافه من قبل الحواجز المحيطة بالمدينة. طبعا في ظل هذا الوضع الإنساني نتأسف على أطباء هذه المدينة، والأسف الشديد مع أول حملة عسكرية على هذه المدينة تم نزوح الأطباء من هذه المدينة، وحتى الكادر الطبي الذي تم الاعتماد عليه في الفترة الأخيرة معظمهم تم نزوحهم إلى الأردن. حسبي الله ونعم الوكيل. يعني وين ما تروح تلاقي بصمات النظام الأسدي من دمار وخراب. انظر ما حل بهذه الصيدلية من قبل هذه العصابات الإجرامية. طبعا هذا هو الطريق العسكري الذي يربط محافظة القنيطرة غربا بمحافظة السويداء شرقا. طبعا سأقوم التصوير بمفردي لأن هذا المكان خطر بشكل عام لقربه من الحواجز. فنحن نبعد عن هذه العصابة حوالي 100 متر كما أننا وسط حاجزين لقوات الأسد، ويمكن أن تمر سيارة عسكرية في أي لحظة، وغالبا ما يعمرون هذا الطريق سيارات المدنية لأن الطريق مستهدف من قبل الجيش الحر. ومع أن طول الطريق من بداية المدينة أقل من 1 كيلو إلا أنه يوجد على هذه المسافة 4 حواجز، 3 منها مدعمة بالعربات والدبابات، كما يقومون بنصب الكمائن في عدة أبنية على هذا الطريق، وكل هذا فقط من أجل تأمين هذا الطريق الاستراتيجي والذي لا يمكن للنظام الاستغناء عنه. وهذه المحلات التجارية هنا تم استهدافها عمدا من قبل هذا النظام الإجرامي في ظل حصار خانق تعاني منه المدينة. فغالب الأحياء مثل ما أنتم شايفين بادت خالية من السكان، وبالأخص الأحياء القريبة من هذا الطريق العسكري. وهذه أيضا إحدى الصيدليات التي تم إحراقها، وسبق لنا أن تكلمنا عن استهداف هذا النظام الإجرامي للمراكز الطبية والصيدليات، ولكن أوجه ندائي للأطباء والممرضين الذين تركوا هذه المدينة وذهبوا إلى الأردن ومصر وغيرها بالعودة، لأن الشيخ مسكين بحاجة لكم في ظل هذا الحصار الخانق، وأنتم تعلمون أن في كل يوم هناك جرحى ما جراء القصف أو أثر القنص العشوائي من هذه الحواجز. هذه هي حال المدينة الصامدة في ظل ما تعانيه من أوضاع معيشية. حسبي الله ونعم الوكيل.